وقبل ما نختم حلقتنا مع حضراتكم النهاردة هنروح مدينة العالمين الجديدة، إنجاز جديد بيضاف على أرض مصر للمدن المصرية الجديدة، وهو مهرجان العالمين اللي بيخلي مدينة العالمين الجديدة على الخريطة الدولية للمهرجانات، زيها زي الدول الأخرى أو المدن الأخرى اللي بيبقى فيه مهرجانات باسمها. مهرجان فني ورياضي في قلب مدينة العالمين هيستمر لمدة 40 يوم، إنجاز جديد بيتحقق على أرض مصر. تعالوا نشوف جزء من الفعاليات اللي هنشوفها في الحلقات اللي جاية. النهاردة بتتوجوا المجهود الكبير اللي بتعملوه من السنة اللي فاتت والمجهود الكبير اللي عملتوه قبل بداية السيزن بمهرجان العالمين اللي النهاردة كان الافتتاح بتاعه وكان على أكمل وجه. عرفينا أكتر عن مهرجان العالمين. اولا نورث سكوير مول له الشرف ان هو ينطلق وتبقى شرارة انطلاق المهرجان او العالمين فاستيفال من نورث سكوير مول في منطقة البلازا، وانتم من الرعاة الرئيسيين في المهرجان. الحمد لله احنا من الشركات القائمة على الفعاليات الاساسية اللي معمولة جوه المهرجان. لما قدمنا الكالندر بتاعتنا واضاف اليها بعض الفعاليات الاخرى كونت شكل فعلا مهرجان، فعلا فاستيفال يقدر ان هو يقول المدينة دي العالم كله خلاص بتظهر للنور النهاردة. كابتن محمد اهلا بيك في مدينة العالمين، وحابين نعرف انطباعك عن مدينة العالمين، ومتهيالي دي اول مرة تزورها. انت عندك هرم ابو الهول، مدينة العالمين، اسيوط، اسوان، الاقصر. انت لو جبت خريطة مصر وحطيت صباعك بطريقة عشوائية هتطلع مكان حلو. فانت عندك احلى بحر، عندك اطيب شعب، اجدع ناس. ايه يعني انت محتاج ايه؟ تماركت لايه؟ ريال استيت هتلاقي، تماركت لسياحه هتلاقي، اقتصاد هتلاقي، اسم مستثمرين هتلاقي. طبعا شركه سيتي ادج هي اكبر مطور موجود في العالمين من اول يوم. اهم حاجه بالنسبه لاي مدينه جديده، يعني احنا بنتكلم على مدينه مش على مجرد مجتمع مغلق، احنا بنتكلم على مدينه مفتوحه لكل المصريين. اذا اهم عنصر يجي ليها هو الحياه. النهارده في المهرجان الاول في العالمين عايزين نعرف من حضرتك الترتيبات الكبيره اللي انتوا عاملينها للكره الطائره الشاطئيه. مصدر السعاده ان دي اول بطوله تقام في مصر من هذا النوع، وهي احد البطولات الكبرى في الاتحاد الدولي للعبه، ومتوقع ان شاء الله مشاركه 50 دوله. احنا بتنظم دبل جندر او سيدات ورجال، واحنا الى الان مسجل عندنا 48 فريق من 35 دوله. استمنا مجهزة النسخة الخامسة من مسابقة التراثلون في الثلاثي الحديث، ودي النسخة الخامسة ليها. المسابقة عبارة عن عوم وعجل وجري، ممكن تتعمل بصفة فرديا أو فرق، أو حتى العائلات ممكن يشتركوا كعائلة أو مجموعة أصدقاء مع بعض. إن شاء الله دي هتبقى النسخة الخامسة، تبقى أقوى نسخة عشان طبعا الفعاليات اللي موجودة حاليا. السنة دي إن شاء الله 7 سباقات، السنة اللي فاتت كنا 5 سباقات، سباقات مختلفة في شكلها وفي نوعها وفي طريقة تحكيمها. عندنا سبيد، عندنا رالي، عندنا دريفت، عندنا توين دريفت تاني مرة السنة دي، كانت أول مرة في مصر السنة اللي فاتت. الإيفنت اللي بتحصل دي هتبقى تكون لأول مرة في مصر بيتم استخدام فيها الطائرات الموجهة عن بعد في عمل عرض جوي فوق سماء العالمين، اللي هو المهرجان العالمي اللي احنا ان شاء الله مشاركين فيه. هتبقى في بطولة open registration للبروفيشنالز او المحترفين. بطولة دولية ولا محلية؟ دي محلية وللماسترز وللهواة. ممكن تعرفنا عن الفعاليات اللي انتوا هتنظموها للبادل هنا في مهرجان العالمين؟ احنا بننظم اول بطوله دوليه للبادل تنس في مدينه العالمين الجديده، في اكتر من 100 لعيب هيشارك، في اكتر من 30 لعيب ومن خارج مصر. وده كان آخر كلامنا النهاردة في برنامجكم الجدعان ريل استيت. هنستنى آرائكم ومقترحاتكم على صفحات البرنامج. استنونا يوم الحد الساعة 7 على قناتكم، قناة القاهرة والناس 2.